السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم غادي نوجدوا بيتزات صغار على هاد الشكل اللي صراحة كيجيو رطبين بزاف وبعجينة صراحة زوينة بزاف وكتعاونك سهلة، يعني ما كتحتاج لشي دليك بزاف ولا الوقت بزاف، بالزربة كتوجد والعجينة كتجي رطبة كتعاونك في الدليك، بالزربة كتكون لك البيتزا، وصراحة غير جربوها ما تندموش. ونتمنى نتمنى تعجبكم الوصفة ديال اليوم، ودعموني في القناة بجيم الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله، وفرجة ممتعة. عندنا 3 الكيسان ديال الدقيق الفرز، انا عبرت بهذا الكاس، ضفت 2 الكيسان، هذا هو الكاس الثالث، نسيت ما صورتهمش في الاول. نضيفو معلقه كبيره ديال السنيده، نضيفو معلقه كبيره ديال خميره ديال الخبز، ونضيفو كميه من الملح، نضيفو كمية من البزار، اللي بغى يضيفو اللي ما بغاش اختياري. عندنا كاس الا ربع ديال زيت الزيتون، هنا هذا هو الكاس اللي قلت لكم عبرت بيه، كاس واحد كنعبر بيه كاع هاد المكونات. بعد ما جمعت العجين بدوك المكونات اللي ضفنا الاولين، غادي نضيفو 3 الكيسان ديال الماء دافي بنفس الكاس اللي عبرت، ماء دافي فقط ما يكونش سخون بزاف. غادي نضيفو 3 الكيسان، غادي نخلطوا هاد المكونات حتى ما يبقاوش يبانوا لينا الحبيبات ديال الدقيق. كيف كتشوفوا خلطت المكونات مزيان، كيولي الخليط على هاد الشكل. انا من الافضل خلطتهم في صبيره كبيره باش نسدو عليهم يخمروا واحد مده 15 دقيقه فقط، وكنكملوا باقي المكونات. ونسيت ما ذكرتش لكم الزعتر، كنضيفو كمية تكون محكوكة شوية. كيف قلت لكم غادي نسدو عليه مدة 15 دقيقة، ومن بعد غادي نكملو الطريق. كيف كتشوفو ملي دازت 15 دقيقة، هادي هي العجينة ديالنا. دابا غادي نضيفو 2 الكيسان ديال الفينو او السميدة الرقيقة على حساب اللي موجود. دور الكاس الاول، بسم الله، الكاس الثاني، غادي نضيفو ايضا 2 دقائق الفرز، وغادي نجمعو داك الكاس الثاني، وغادي نجمعو العجينه ديالنا. كنبداو نخدمو مباشره، يعني ما كنعاودوش ندلكوها ولا نخليوها تخمر، هاد المرحله كافيه الاولى اللي خليناها خمرات فيها. دابا غير غادي نجمعو العجينه، من بعد ما جمعتها كيف كتشوفوا غادي نضيف لها تقريبا شي نص كاس ديال الدقيق، حيت بانت لي مطلوقه بزاف، حتى نتوما على حساب الدقيق غادي تعبروا بالكيسان الاولين، الا كانوا كافينكم هي هذيك، ما كافينكمش غادي تشوفوا على حساب العجينه في الاخر، الا خاصكم شويه دقيق زيدوا شويه. كيف قلت لكم غادي نبقى نضيف غير بشويه حتى كنجمع العجين ديالي. كيف كتشوفوا هذه هي العجينه،
هذه هي العجينه ملي جمعتها. كيف قلت لكم ما احتاجيتش نص كاس كامل، غير شويه منه باش تجمعات لي العجينه. ودابا غادي نقسموها على الحجم اللي بغيتو، نقسموها غير كويرات صغار باش نسرحوهم بالمدلك، وغادي نديروهم بالطابع. هذه هي العجينه ديالنا، من بعد شكلتها هذه الكويرات غادي نسرحوها بالمدلك ونديروها بالطابع ديال البيتزا صغير. كيف كتشوفوا انا سرحت العجينه بالمدلك وشويه دقيق الفورز، وطبعتها بالطابع ديال القياس اللي بغيتو باش ما بغيتو. الا ما كاينش الطابع ماشي مشكل، مهم شي حاجه اللي تتقطع لكم العجينه وصافي. ودابا غادي نستفها في الطاوه، اللي الطاوه ما غادي ندهنها ما والو، ما غاديش تلصق لينا العجينه. هي العجينه طلقت الكره الثانيه. كيف قلت لكم العجينه صراحه كتجي زوينه بزاف وكتعاونك مطلوقه ما كتمحنكش. ودابا غادي نطبعوها وغادي نكملو على هاد الشكل. من بعد ما ساليت من تقطع ديال البيتزا، دابا غادي نتقاوبهم بالفرشيط، وشعلت الفران قبل ما نعمر الطاوه باش يسخن مزيان، وغادي ندخلهم ما نخليهمش يتحمروا، يبقاو بيضين غير شدوا في راسهم وكنخرجوهم. كيف كتشوفوا هما اسمحوا لي تقريبا شدوا في راسهم. كيف كتشوفوا غادي نهبطوهم لتحت واحد شويه، غير تقريبا هانتوما غير واحد شويه نهبطو، نديرو ليهم العافيه من الفوق ومن بعد نحيدوهم، يعني ماشي نحمروهم غير شويه ونخرجوهم. كيف كتشوفوا انا خرجتهم من الفران، هكا كيبقاو كيجيو هشاش رطبين صراحه. غنخليوهم يبردو، ومن بعد الا بغيتو تحتفظوا بهم في المجمد كنغطيوهم في، نديرو ليهم رولوات في السلوفان وكنديروهم في المجمد وقت ما احتاجيتوهم كتجبدوهم. صراحه كينفعوا بحال هكا في شهر رمضان او من غير رمضان الوقت اللي بغيتو، هكا كيكونوا موجودين كيجيوك ساهلين تجبديهم، غير توجدي الحشوه ديال البيتزا ومن بعد تتعمريهم وتدخليهم الفران غير يذوب الفرماج ويتجانس الحشوه مع بعضياتها، وكنخرجوهم بالصحه والراحه. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، صراحه غير جربوها ما غاديش تندموا، كيجيو رطبين وكيجيو فن. كتشوفوا العجينه راه كتعطينا بزاف، حيت ملي كنقطعوا بالقطاعه ضروري ما كتشيط العجينه، وكنجمعوها وكنعاودوا ندلكوها وكنعاودوا نشكلوها على هذا الشكل. كيف كتشوفوا انا بقى عندي هذه الكره الصغيره، حتى هي كنبقى يعني كل مره كنسرحها ونشكلها حتى كتسالي العجينه ديالنا، يعني ماشي كنضيعوها ولا شي حاجه، وكتعطينا كميه كثير. انا ماما كتشوفوا هذه هي اخر العجين، حتى هي درتها في الطاوه كيف قلت لكم بلا ما ندهنوا الطاوه بلا حتى شي حاجه، تقبتها بالفرشه. دابا غادي ندخلوها الفران، ونفس الطريقه نفس الطياب اللي قلت لكم